المنزل اللي على العز بنى اساسه، عساه عمر مع الايام بصحابه، مزايا الابداع فيه وفن بقياسه، اسطورة صاغه المبدع بهنداب. المنزل اللي على العز بن اساسه، عساه عمر مع الايام باصحابه، مزايا الابداع فيه وفن بقياسه، اسطورة صاغه المبدع بهنداب. بناه من يرسم الابداع باحساسه، المبدع اللي ده الفكر تحلاب، رجل على الطيب والطرات مرواسه، يتعب ورا المرجله ويتعب ركابه، العز دستور له ابسط راسه، بالغالي الله يديمه دوم الاحبابه، العز دستور له طيب براسه، عايض الله يديمه دوم الاحبابه، هذاك ابو سلطان الوافي سلم راسه، جديد وحصري على بهداته ومضرابه، من صالي ربعه ليا جوله بمجلسه، من جاه في مجلسه رحب وهلابه، وهو زعيم الطيب وصل عقيده والله، وهو ساس للمراجل والكرامه، جديد وحصري على استديو اميره الخيال. ابو سلطان علي الله يديمه دوم الاحلام، يلا يلا هو فارق عن بني عصره وجيله، جديد وحصري على استديو أميرة الخيال. من أول صفوف العرب ويفوز بسباق، يفرط هدايم سماء وهقوته بعيده، عساه سالم ويبطي دبر ينفاسه، وعساه من